أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمناكم بخير. عبد الغني معكم دائما مع هذه السلسلة الرمضانية، واليوم إن شاء الله تعالى سنستمع إلى أحاديث باب النصيحة، فهيا بنا لنكتشف معا. قية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أحبابي الكرام، نلتقي غدا إن شاء الله مع حلقة أخرى ومع أحاديث أخرى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى تلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنان أنت المستعان، يا أنت المستعان.